رجعنا مرة تانية ومعايا على التليفون الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا يا دكتورة، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. جهد كبير يعني قايمين بيه والوزارة الحقيقة، وفي غرفة عمليات على مستوى كل المحافظات لمتابعة الطقس السيء. حضرتك كلمنا عن اللي رصدتوه. بالفعل يا فندم، مع الوزير اللي هو شعراوي وزير التنمية المحلية، صباح اليوم تلقى تقرير من غرفة عمليات الوزارة حول جهود رفع التراكمات لمياه الأمطار والأجهزة التنفيذية في المحافظات المصرية، خاصة في إطار مواجهة الطقس السيء والأمطار الغزيرة خلال اليومين اللي فاتوا، وكانت حالة الطقس يعني بعدد من المحافظات منها الأسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ومطروح ودمياط والقاهرة والجيزة، دول اللي شاهدوا أمطار خلال اليومين الماضيين. وكمان طبعا غرفة عمليات والأزمات في المحافظات دي ادتنا تقرير انه تم تعطيل الدراسة فيها الأسكندرية يوم الثلاثاء، انما النهاردة الأربع الدراسة رجعت لمعدلاتها الطبيعية. اما على مستوى القاهرة والجيزة وبعض القرى في كفر الشيخ، فنتيجة لتراكم الأمطار وهطول الأمطار في المناطق دي بشكل غزير تم تعطيل الدراسة فيها. كذلك الأمر يا فندم، محافظة القاهرة شهدت سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة فيها ولم تؤدي إلى أي تراكمات للمية بصورة كبيرة والحالة العامة مستقرة. كذلك الأمر التأكيد برضو على أنه يعني في محافظة كفر الشيخ شهدت برضو أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة والحالة العامة كانت فيها مستقرة، وتم فتح ميناء البرولوس وتم التنسيق ما بين معدات الأحياء والمراكز ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وده للانتهاء من رفع التراكمات الخاصة بمياه الأمطار اللي تراكمت في الشوارع الرئيسة وجاري رفع التراكمات اللي موجودة في القرى والطرق الخلفية. أما فيما يتعلق بسقوط أمطار خفيفة كذلك الأمر في بعض المراكز ومدن محافظة الدقهلية مما أدى إلى تراكم للمياه بمناطق متفرقة، وتم التنسيق بما بين معدات الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالفعل تم رفع التراكمات الخاصة بالمياه فيها. كذلك الأمر يا فندم على مستوى محافظة دمياط، شهدت سقوط للأمطار غزيرة على بعض مراكز ومدن المحافظة، وده أدى برضو إلى تراكمات في بعض المناطق، وتم رفع حالة الطوارئ والدفع بالمعدات والبدلات لشفط التجمعات الخاصة بالأمطار دي وتسهيل الحركة المروية. أما طب هل حصل أي مشكلات يا دكتور؟ أي مشكلات في أي محافظة من المحافظات؟ الحمد لله لم تشهد مشكلات، وخاصة أن كان في تنسيق ما بين وحدات المراكز والمدن والأحياء مع كذلك الأمر على مستوى الأسكندرية برضو اللي جاي لحضرتك بشأنها مع قيادة المنطقة الشمالية مع القوات البحرية، وتم إعادة التمركز والتعامل مع تراكمات المية وما فيش مشاكل الحمد لله، لم ترصد مشاكل. بعض المباني في أحد الأحياء في الأسكندرية كانت قايلة للسقوط، دي حصل فيها انهيار جزئي للمبنى، لكن الحمد لله ما كانش فيه يعني في ناس ولا في خسائر الحمد لله. بشكر حضرتك الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. والنهاردة كمان اللجنة العليا طلبت بضرورة استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة السرادقات العزاء وإغلاق أيضا كل السناتر اللي بتقدم دروس خصوصية.